بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الأورجانيلز ونتكلم نكمل كلامنا برضو ونتكلم على ال endomembrane system اللي هو جهاز أو نظام الأغشية الداخلية. جهاز لأنهم كلهم بيشتركوا مع بعض أو يتكاملوا مع بعض في أداء وظيفة معينة، زي الجهاز الهضمي يشترك أعضاء مختلفة في وظيفة الهضم والامتصاص. ده سبب تسميته سيستم. يعني بإندو ممبرين سيستم consists of، يتكون من واحد النيوكليار انفلوب اوتر نيوكليار انفلوب والغلاف الخارجي and endoplasmic reticulum شبكة الاندوبلازمية الرف السموس الجولجي ابريتوس جهاز جولجي والجولجي بادي جولجي بادي الفيزيكلز اللي هي الحويصلات ترانسبورت فيزيكلز and lysosomes والأجسام الحالة. ده الاندوميمبرين سيستم ديجرام. ده رف اندوبلازمك ريتيكولوم، ده سموث اندوبلازمك ريتيكولوم رف. طبعا تلاحظ ان ده فيه ريبوزومز وده مفيش فيه. ده عبارة عن شانل قنوات، لكن ده عبارة عن ساكولاس يعني اكياس. ده ترانسبورت فيزيكلز، ده الجولجي ابريتس او جولجي ابريتس. ده ترانسبورت فيزيكلز تاني inside the cell or export outside the cell تطلع بره كده by endo exocytosis and this is a plasma membrane. This substance enters the cell by endocytosis and form in a vesicle, transport vesicle. This is a lysosome. This is a primary lysosome. This is a primary lysosome. This is some الابتدائية اللي هي طبعا بتتكون من الجولجي أبريتس وفيها enzymes only. طيب الحقيقة الجزء الثاني ده once the substance enters the cell by the physical فود مثلا يحصل في ارتباط ما بين lysosomes والphysical يعني incoming physical يعني الحويصلة داخل الخلية، ويحصل ان lysosomes تصب الانزيمز بتاعتها على الجسم الموجود ده. لو هو مادة غذائية يحصل له عملية digestion، لو هو مادة غريبة يحصل له destruction داخل السل، وده في الحالة دي بيسموها ال secondary lysosome. ده secondary lysosome، ودي في الحالة دي بيسموها phagosome لأن ده اللي بيحصل له عملية ابتلاع من الجسم الخارجي. الاندومبرين ريتيكولوم أول حاجة خالص عبارة عن طبعا فيه أول نوع اللي هو الرف اندوبلازميك ريتيكولوم which has attached ribosomes. طبعا لازم يكون فيها ribosomات and smooth endoplasmic reticulum doesn't has attached ribosomes وما عندهاش ribosomات، يبقى هم نوعين رف والسموس. الرف اندوبلازميك ريتيكولوم appears to be flattened تبقى مفلطحة زي ما شفناها بسموها ساكولاس كويسات كده. While the smooth is a network of interconnected tubules تبقى عبارة عن أنابيب أو قنيات بالشكل ده. طيب يبقى ده المستعرض ده كده اللي هو rough endoplasmic reticulum. الجزء العامل زي الأنابيب الصغيرة ده the smooth endoplasmic reticulum، ده فيه ribosomes وده without ribosome. ده اللي هو the smooth ده rough endoplasmic reticulum بالشكل ده، وده الأجزاء الصغيرة دي اللي هي smooth endoplasmic reticulum. A protein made in the ribosome. احنا اتفقنا الريبوزوم هو اللي بيصنع البروتين. Once the protein made the ribosome in the ribosome, it moves into the lumen of the endomembrane system. ده الريبوزوم المرتبط بالsmooth بالرف endoplasmic reticulum. ده اليومن اللي هو التجويف بتاعها endoplasmic reticulum اليومن تجويف اللي هي الشبكة الاندوبلازمية الخشنة. لما يتكون الريبوزومز يتكون البروتين في ريبوزومز كده يقوم يتحرك داخل ايه التجويف ده. بعد كده eventually is packaged in a transport vesicle يبدا يحصل له باكجينج بالشكل ده ويديك ترانسبورت فيزيكل فور ديستريبيوشن انسايد ذيل تبدا تنتقل وتتوزع داخل الخليه على حسب احتياجات الخليه المختلفه. الاندوبلازميك ريتيكولوم سيستم اوف ممبرينس زي ما قلنا تشانل او ساكولاس، دي الرف ودي السموس. الرف اندوبلازميك ريتيكولوم بروديوس بروتين ذات سينثسايز ان ذا ريبوزوم، دي بتكون البروتين اللي تم تخليقه في الريبوزومز بتساعد في وصول الشكل الخارجي.
بتعمل له عملية باكجينج عشان تجهزه فور الاكسبورت انسايد ذا سيل. قلت لك البروتين اما ترانسبورت انسايد ذا سيل اور اكسبورت اوت سايد ذا سيل. يبقى كل شغلها ده مرتبط بايه؟ مرتبط بالبروتين لانها مرتبطة بالريبوزوم، ده الراف اندوبلازميك ريتيكولم. لكن الاسموس ده طبعا مش مرتبطة بريبوزومز، وبالتالي ملهاش دور في بناء البروتين، لكن لها دور في الليبيد سينثيسيس، تبني الدهون الموجودة، كوليسترول، تبني الفيتامين اللي هي أساسها دهني، تبني كمان الهرمونز الاسترويدز هرمونز والكلام من ده، تعمل دراج ديتوكسيفيكيشن يعني تعمل إزالة لسمية العقاقير، وبالتالي تلاقي كتير جدا موجودة طبعا في الليفر. ممكن تؤدي ايه؟ ترانسبورت البروتين فروم ذا راف اندوبلازميك ريتيكولم، يعني ممكن يحصل باكجينج هنا للبروتين يطلع كده، او يتحرك هنا لحد ما يوصل للسموس، وفي الحالة دي برضه يحصل له باكجينج في الجزء اللي هو السموس اندوبلازميك ريتيكولم. النقطة الثانية جولجي ابريتس اللي هو جهاز جولجي، ده ديسكرايبد ان 1898 باي كاميليو جولجي Italian scientist. Golgi apparatus consists of a stack of curved sacculus، يعني عبارة عن سيقان من الكويسات المنحنية، works closely to the endoplasmic reticulum to secrete protein. دي بتكمل عمل الـ endoplasmic reticulum اللي هي الشبكة الاندوبلازمية، عشان كده قريبة جدا في شغلها في الحالة دي. نفس الكلام احنا قلنا قبل كده، لو عندك اي فود سبستانس او بكتيريا حتى دخلت انسايد السيل باي اندوسيتوزيس، هترتبط طبعا بمين؟ باللايسوسوم اللي بيصب فيه الكومبوندز بتاعته على السيل، ويبدا يحصل له دايجيشن او ديستراكشن. ده الراف اندوبلازميك ريتيكولوم فيها الريبوزومز، تبدا تديك هنا طبعا البروتين. طبعا لو هي موجوده في السموس اندوبلازميك ريتيكولوم تبدا تدي لك ليبيدز، كلهم يوصلوا لمين؟ لمصنع التغليف والتعبئة اللي هو الجولجي أباريتس، ياخد الفاينل شيب. تبدأ البروتين ياخد الفاينل شيب، تبدأ الليبيدز تاخد الشكل النهائي بتاعها، عن طريق طبعا ممكن تضيف بعض المكونات زي السكريات للليبيدز تبقى جلايكوليبيد، أو للبروتين تبقى جلايكوبروتين، تاخد الفاينل شيب. بعد كده يحصل لها ريباكجينج تاني، وتديك سيكريتوري فيزيكلز لو كانت جواها بروتينات، جواها اي شيء تاني. لكن لو انت هتعمل باكجينج لانزيمز في الحالة دي، تبقى انت بتكون اللايسوسوم. الجولجي فانكشن طبعا ريسيفنج سايد لها ثلاث اماكن. اول حاجه ريسيفنج سايد هو تسي ريسيف البروتين او الليبيدز فروم ذا ترانسبورت فيزيكل اللي جاي لها من الاندوبلازمك ريتيكولم، سواء كانت الراف او السموث. رقم اتنين موديفايز هو الجزء اللي هي السيقان نفسها الكبيرة العريضة. بروتين موديفايز البروتين انتو ذا فاينل شيب، بتحور البروتين لشكله النهائي، از ادي شوجر فور بروتين او ادي الشوجر فور الليبر عشان تكون الجلايكوبروتين او الجلايكوليبيدز. سورت ستاند ليبل بروتينز فور بروبر ترانسبورت، يعني بتنوع وتعلم البروتينات عشان عملية الترانسبورت. الشكل الأخير بقى أو الجانب الأخير هو جانب الشيبنج اللي بتعمل منه عملية الشحن، اللي أنا بتعمل باكجينج للبروتين أو الدهون لما توصل لشكلها النهائي. send proteins to the cell membrane for export or to the other parts of the cell، يبقى في الحالة دي export or transport. packaging is a digestive enzyme، لو عملت باكجينج بقى لإنزيمز في الحالة دي تبقى form اللايسوسوم. يبقى مين اللي بيكون اللايسوسوم في الخلية؟ هو الجولجي اباريتس او الجولجي بودي. ده ريسيفنج سايد، وده سيسترن اللي هو الموديفايز، وده الشيبنج اللي بيعمل عمليه ريباكجينج اجين. اللايسوسومز اللي هي لايسو يعني ديسوليوشن او لايسس تحلل، سوم يعني جسم، يبقى الاجسام الحاله موجوده طبعا في الخليه الحيوانيه مش في النباتيه. ميمبرينس ستراكشر ستاك ده عباره عن يعني اكياس غشائيه كونتيننج هيدروليتيك انزيمز، انزيمات حاله كلها طبعا بتكسر بإضافة الإيه المية هيدروليتيك. هيدروليتيك انزيمز ووتر سبليت بيولوجيكال كاتاليست، عامل حفاز بيولوجي بيكسر بإضافة المية. يوزنج الووتر تو سبليت ذا كيميكال ستراكشر سنجل لايسوسومال
membrane has a matrix which has digestive enzymes. This is a primary lysosome. Once it is emerged out from the Golgi apparatus, ما فيش فيه غير إنزيمات. يبقى على طول بسموها primary lysosome. Small vesicle released from Golgi apparatus containing at least 40 different digestive enzymes, which can break down carbohydrates, protein, lipids, and nucleic acid. وبالتالي عبارة عن قنبلة موجودة داخل الخلية. وقت ما تنفجر القنبلة تبدأ الخلية تتحلل، لأن فيها أكثر من 40 نوع مختلف من الإنزيمات اللي بتكسر تحلل كل المواد الموجودة في الخلية. Optimum pH بتاعتها طبعا بتبقى حامضية about 5. Found mainly in the animal cell. The lysosome function destruction. تعمل عملية تكسير لو عندك مادة غريبة foreign material زي البكتيريا زي الفيروس أو old damaged cell component. أي عضوية موجود في الخلية تكسر ملوش لازمة، يعتبر زي الفيروس، فده يعتبر زي الأنتي فيروس الموجود في الخلية برضو، يبقى هو قنبلة أو أنتي فيروس موجودة في الخلية عشان تتخلص من المواد الغريبة، تعمله destruction بواسطة الإنزيمز الموجودة داخلها. Digestion food particles لما يبقى في اللي داخل الخلية ده مش مادة بكتيريا أو فيروس، في الحالة دي مادة غذائية بسموها نفس النظام بالظبط، بسموها عملية هضم داخل الخلية. After the cell die بعد ما الخلية تموت لها وظيفة تانية برضو نفس الفكرة، بتعمل break down causes rapid self destruction، تعمل موت للخلية قنبلة منفجرة، تعمل auto digestion تهضم نفسها وتحلل نفسها. It is important during the development also، مهم جدا في عملية ال development، يبقى بعد الموت وأثناء عملية النمو لها دور مهم جدا زي التدبول رقبة بذنيبة والفنجرز بتاعت الهيومن امبيريو. يبقى عندنا كده الأصابع بتاعتنا كان فيها بينهم بعضها هنا ويبس أغشية، الأغشية دي اختفت بفعل طبعا اللايسيسومز وإنزيمات اللايسيسوم المختلفة. التدبول كان عامل كده ليه تيل، الديل بيختفي خالص برضو عن طريق اللايسيسومز. فعملية تشبيل الابوبتوزيس بسموها البروجرام دي سيل ديث أو الموت الخلوي المبرمج. الاندوممبرين سيستم خلاص في الآخر ده عبارة عن فيزيكلز from the endoplasmic reticulum، سواء كانت بقى زي ما قلنا إما تكون رف أو تكون سموز، شايلة بروتين أو شايلة دهون. from the Golgi bodies where it is modified، حصل لها راح طبعا الجولجي بوديز عشان يحصل لها ايه modification، ويحصل لها بعد كده repackaging again عشان تديك فيزيكلز اهو. اما تطلع بره على طول في عمليه سكريشن الخليه عن طريق الاندو اكزوسيتوزيس، او انها تديك لايسوسومز في الحاله دي عباره عن انزيمز لو حصلوا في انكومينج فيزيكلز فيها اي فيروس او فيها او مواد غذائيه، يحصل التحام ما بين الاثنين ويحصل دامج، يحصل ديجيشن، يحصل ديستراكشن وسط اللايسوسوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.